عندما أراد جالفاناكس زعيم المجرة امتلاك نجم نينجا نيكسوس، خاطر أكبر معلم نينجا بنفسه ليبقي العالم آمنا. وبعد 10 سنوات أخذ جيل جديد من الشبان عهدا على أنفسهم بحماية نجوم الطاقة. وقت القتال. إنهم حراس طاقة النينجا الفولاذية. وأخيرا حفل المدرسة، سأدهش المعجبين، إنها فرصتي لأظهر مهاراتي في الرقص ولأستمتع بالتسبيق ثانية. ولكن في السنة الماضية تعثرت بالزبدية. ما حدث يومها لن يتكرر ثانية. وبعد ذلك سأل الأمير الأميرة: هل تأخذينني إلى حفل الليلة معك؟ وأنا أيضا أريد حفلا. أرجوك كودي، أنا أحاول أن أقرأ، لما تنبح هكذا؟ كودي سامحه ريدبوت، أراد اللعب معك. تفعل الحيوانات هذا مع من تحب، وأظنك لا تعلم هذا. على كل، علي التحضير لحفل المدرسة. لحفل المدرسة؟ يا فرحة مفاصلي، تماما كما ذكر في القصة. هايلي، هل لي بكلمات معك؟ هل تقبلين بأن تأخذيني إلى حفل المدرسة؟ أنت تمزح صحيح؟ أنت آلي، لماذا تريد الذهاب إلى الحفل؟ ريدبوت أنت طريف، إلى اللقاء. لكنني لم أكن أمزح، أرغب كثيرا في الذهاب إلى الحفل. مرحبا. ماذا؟ ما الذي يجري؟ هل كنت أرقص؟ أنا المشاكس باك فايبس. استطاعت موسيقى يجعل كوزمو يغز خصرة، وستجعل حراس الطاقة يسلمونني نجومهم بملء إرادتهم. سأجرب حركات الراقصة. موسيقى. والآن حركة الفرفشة والنعنشة المدهشة. نعنشتنا حقا فيكتور، لنوضع هذه هنا، لننظف أنفسنا قبل أن يجرب فيكتور حركة الفركشة. فيكتور، على الأقل لم تصب الزبدية هذه المرة. مونتي، أريد منك أن تجعلني بارعا في الرقص في ليلة واحدة. أمرك فيكتور. لا. كودي، أين ريدبوت؟ ما الذي قاله؟ لا أعلم، لا أفهم لغته. معك حق.
أوه، امسكي المنشفة. تركت ريدبوت هنا، كنا نتحدث. هل تأخذينني إلى حفل الليلة معك؟ هذا ما قاله ريدبوت تماماً. هو طلب ذلك؟ نعم. وماذا قلت له؟ وماذا تظن؟ بالطبع رفض. برودي، إنه آلي لا أكثر. أظنك جرحت شعوره برفضك ولذلك غادر. ما هذا الكلام؟ ليس للآليين مشاعر. ريدبوت يشعر، إنه محدث، لذلك غادر. بل أظن أنه غادر كي يغير زيته ويشد صمولاته. سأذهب للبحث عنه. لا، أنت وعدت أن تساعد على التحضير للحفل. سنبحث أنا وكودي عنه، اتفقنا؟ حسنا، شكرا لك. احفظ رائحة ريدبوت، لنبحث عنه. هيا. أحسنت كودي، هذه أثار أقدام ريدبوت، تابع البحث. ملحط. حان وقت مواجهة عزفي أيتها الحارسة. دوريمي، أعطيني نجمي. في أحلامك. يستحيل أن أعطي. يبدو أن أحلامي بدأت تتحقق. ابتعد. ما الذي فعلته بمزماري الحبيب أيها الآلي الأخرق؟ صوت مزمارك أسوأ من صوت صرير صمولات جدي الصدئة. كادت موسيقاه تجعلني أسلمه نجم الطاقة. ريدبوت، لقد أنقذتني. لحسن حظي أن الموسيقى لا تؤثر في داراتي. ستدفع ثمن تصرفك هذا. بل أنت من سيدفع، وغاليا. دوران النينجا. ها، مزماري. أها، ستعلمين لما ألقب بالعازف المذهل. عرفني بلا مزمارك. أعطيني مزماري يا فتاة. استعدته. لا تسرق كثيرا. دع هذه القربة من يدي. هذه قربتي، دعيها وشأنها. سحقا، هذه فرصتي. وقعت في الفخ. جبية. أو لا، سيستعمل المزمار ثانية. ودع الحياة يا فتاة. هيا. إنه قوي جدا، ما الذي علينا فعله؟ لنهرب قبل أن تعطل داراتي. علينا أن نلهيه لئلا ينفخ في مزماره ثانية. كودي. أحسنت كودي. توقف أيها الكلب الوقح، لا أستطيع الرؤية. هاي، تمسكي بي جيدا. هيا كودي، اتبعنا. لننطلق. لم أنتهي منكما بعد. تعطلت داراتي، استعدي لهبوط إنقاذ. كودي، أين ريدبوت؟ حال طارئة، خلل في النظام الداخلي. أوه لا، ريدبوت، ريدبوت. يبدو أن الساعة تعطلت أيضا. كودي، تعال تعال، اذهب وأحضر بقية الحراس، أعطيهم ساعة النينجا هذه وهم سيتصرفون. هيا كودي، أسرع. تماسك يا ريدبوت، سيصل أصدقاؤنا قريبا. انتهت عملية الإصلاح. ماذا؟ لا أصدق. ريدبوت، أنت بخير؟ أجل بخير، أعتذر إليك من الهبوط القاسي. لا، لا تعتذر، رجاء. ريدبوت، لقد أنقذتني من الوحش، كيف لي أن أشكرك على ذلك؟ أنا مبرمج على المساعدة، لذا لا داعي لشكري، ولكن لا أنكر أنه شعور جميل. إذن الأمر حقيقي، أنت تشعر حقا. أجل، بلا شك، بقول برودي إن هذا ما يجعلني مميزا. برودي على حق، أنت مميز. أنا
أسفة لجرح شعورك عندما رفضت طلبك. أوه. لم أدرك وقتها أنك كالبشر. كالبشر؟ لا، أنا مصنوع من دارات وبزالات. لا يهم ما أنت مصنوع منه، أن تتمكن من الضحك والبكاء هو ما يجعلك كالبشر. إذن أنا كالبشر حقا. أو علينا أن نتحرك. بما أنك بخير، سنجرب ركوب دراجة النينجا. نجم دراجة النينجا، تشغيل. إنها دراجة رائعة، دوران النينجا. تمسك أيها الآليو الحساس. كودي، ما الأمر؟ ما بك؟ ساعة هايلي؟ إنها معطلة. كانت تبحث عن ريد بوت. لا شك أنها في مأزق. كودي، خذنا إليها. بسرعة يا كودي. لما توقف هنا؟ يا إلهي، ما هذا؟ إنه من فعل وحش جالفاناكس. قد يكون أصدقاؤنا هناك، علينا الذهاب بسرعة. تمسك. توقف كودي ليحذرنا. أحسنت كودي، أنت رائع. مرحبا أيها الحراس، شكرا لسماحك لي بالانضمام إليك يا باد بايبس. ريبكون، ألم تشتاق إلي أيها الجراف؟ اسمحوا لي بمعزوفة احتفالا بلقائكم. سلموني نجوم الطاقة. سيسعد جالفاناكس بنا كثيرا. هيا اقتربوا أكثر. أجل أجل. ماذا؟ صاعقة البلازما. هذه لا. اذهب إلى مكان آمن. لا، عادوا إلى رشدهم. علينا أن نحطم مزماره. إذا هيا بنا. هيا، تعالوا. ضربة سيف الشر المستوجة. لن تحرموني من العزف. هذا المزمار ملكي، وقريبا ستصير قواكم أيضا ملكا لي. سنجهز أنا ومزمار عليكم. لا، عد إلى هنا أيها الكلب الأخرق. كودي، أحسنت عملا. حان الوقت لإخراس موسيقاه. صواعق النينجا. لا لا. حان وقت عقابكم على فعلتكم. مخطئ، ليس وقت العقاب، إنه وقت القتال. نجوم الطاقة، تثبيت. استعداد، دوران النينجا. سنرى ذلك بعد أن نحطمكم. لقد انتظرت طويلا كي يهزمك أيها الجرعان. حقا؟ إذا عليك الانتظار أكثر بعد. سأفسع المجال لريبكون كي يقاتل. لنمسك به. أبي هذا الأسلوب الضعيف يقاتل ابن أفضل معلم نينجا؟ ألا تشعر بالإحراج من نفسك؟ لا، فزاعة النينجا. ماذا؟ مفاجأة.
من له الجرأة لمواجهة مروحتي؟ يكون الموسيقيون عادة مرهفي الإحساس. أتشك في رقة شعوري. انظر إلى مروحته. جرب الطيران بريحها. لا أسمح لأحد بالشك في حسي المرهف. ألا تسمع أغنية الضاربة؟ اسمها ابكي من الألم، وكلها رقة وإحساس. هل يعقل ما نراه؟ أوشك أن يقضي على حماس الطاقة. قوتك لا تذكر أمام قوة النينجا. عزيمة النينجا الأحمر، الضربة الفولاذية، دوران النينجا. هزمتني هذه المرة أيها الحارس الأحمر، لكن أعدك بأن أقضي عليك. علي مساعدة أصدقائي. صواعق النينجا. سئمت منك ومن تحليقك. إذن لنتقاتل على الأرض لنقضي عليه. وضع القتال، السهم الصاعق، الهجوم الأخير. ما رأيكم؟ هل تريدون إعطاء بيتهوفن عصره فرصة ثانية؟ والجواب هو آلة التقسيم. شباب كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ما هذا؟ انظروا. سأريكم الآن حجمكم الحقيقي. مجنون كبير بعقل صغير. لنستدعي بعض المساعدة. نجوم الآليين. تفعيل تفعيل دوران النينجا. اندماج ميجا زورد النينجا الفولاذي. دوران النينجا ريد زورد الآلي. دراغون زورد. كودياك زورد. زوم زورد. نايترو زورد. ميجا زورد النينجا الفولاذي مستعد. دوران النينجا. نمط معلم النينجا مستعد. ها. ها. لننهي أمره معا. سأجعلكم تهلكون بعيدا. سأروح عنكم بالمروحة. أتعلمون أني أحب أن أحشر أنفي فيما لا يخصني. علينا أن نفعل شيئاً. أعلم تماماً ما علينا فعله. اندماج رامبل تاسك ميجا زورد النينجا الفولاذي. دوران النينجا. رامبل تاسك زورد، تعال إلينا. ريد زورد، غير مكانك. رامبل تاسك ميجا زورد النينجا الفولاذي مستعد. لن ينفعكم فيلكم. رامبل تاسك، هجوم الخرطوم. لا، أنفي الطويل. ممتاز، تخلصنا من أنفه. ومروحتي أيضاً. نصل معلم النينجا. دوران النينجا، تشفين. رامبل تاسك ميجا زورد النينجا الفولاذي. البأس المزدوجة، الهجوم الأخير. لا أحب معزوفة الهزيمة. انتهى العرض والفوز للنينجا. ريبكون، جعلني تدخلك أخسر نجوم الطاقة. هذا أغضبني كثيرا، وأنت تعلم ما يحدث عندما أغضب. سامحني هذه المرة أيها الزعيم. اخذلني ثانية وسترى ما سأفعل بك. أولئك الحمقى لا يعرفون الخطر الحقيقي. تسعدني رؤيتك كثيراً يا صغيري العزيز. يبدو أن الآلة الناقلة تعمل جيداً. لا يعلم غالفاناكس ومساعده المغفل ريبكون ما أستطيع فعله، ولكنهما سيعلمان قريباً عندما أنتهي منك.
أحسنتما؟ أنتما رائعة، إنها جميلة، جميلة مذهل، لا تفيكما حقكما. لم يأتي مونتي حتى الآن. نجحت وأخيرا فعلتها فيكتور، استطعت صنع حذاء لك يرقص من تلقاء نفسه. ضغطة واحدة على الزر تجعلك أفضل راقص في المدرسة كلها. ممتاز، تفوقت على نفسك مونتي. بالتوفيق فيكتور. وأخيرا دقت الساعة معلنة أن وقت الرقص حان. رائع. هذا ممتع. أحسنت فيكتور. رائع. ممتاز. يا لا، ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ مونتي انقذني. لا إنه لا يتوقف، فيه عضو. إلهي مونتي انقذني. لا لا مونتي. فيكتور أنا قادر. لا، ما رأيك أن نأكل؟ المسكين. لا مانع لدي، لكن هناك ما علي فعله أولا. ريد بوت؟ أو هايلي، هل تريدين شيئا؟ في واقع الأمر أريد. هل احتفلت معي؟ أنا أحتفل معك؟ كيف أرفض طلبا كهذا؟ سيكون ذلك رائعا، وأخيرا سأحضر حفلا كما في القصة. علميني الرقص. أحسن، تابع ريد بوت. كان الحفل ممتعا جدا. أحسن. والآن دوران. رائع. هيا 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 بنا. أجل. جيد ريد بوت. أحسنت ريد بوت. رائع. هيا كودي.